يعني ممكن الحاجة الوحيدة ان انا برضو بحب الرياضة. انا مع الصراحة فكرة ان الحلقات تكون انا ماشي. قصيرة، يعني انا مع ان اسألي حازم ما تسألينيش انا. بس في الاخر بدأت اتقبل الموضوع يعني. مرحبا بيك في الفجر. ايه الاخبار؟ ازاي تم ترشيحك للدور؟ كاستنج دايركتور كلمني ورحت اعمل اوديشن، واتكلم معايا عن الشخصية وعن الدور وعن فكرة المسلسل. فبس عملت الاوديشن، وبعديها بكام يوم لقيتهم كلموني وقالوا لي انت معانا. ازاي كانت استعداداتك للشخصية؟ استعداداتي للشخصية، قعدت مع نفسي افكر حازم ممكن يكون بيحب ايه، بيكره ايه، ايه الحاجات اللي ممكن تكون شبهي، بس وايه نوع الاغاني كمان اللي هو بيسمعها. يعني حسيت ان دي حاجة ممكن تفرق. يعني في تشابه بينك وبين الشخصية اللي قدمتها؟ خالص. يعني ممكن الحاجة الوحيدة ان انا برضو بحب الرياضة، بس غير كده لا، مفيش شبه. يعني انا مش عصبي خالص في الحياة العامة. يعني كلمنا عن كواليس مشهد الضرب اللي حصل في المحكمة. ده كان اول مشهد يجمعني انا وصدقي وعمرو وهبة. عمرو وهبة لذيذ قوي، وصدقي برضو لذيذ جدا. الكواليس نفسها كانت حلوة، يعني اللي هو يعني الموضوع كان حلو، ما عنديش تعليق معين، بس اتبسطت قوي في الشغل معاهم. يعني اشتغلت كذا مسلسل كلهم نفس عدد الحلقات يعتبر، فكلمنا كده عن تجربتك. انا مع الصراحة فكرة ان الحلقات تكون قصيرة، يعني انا مع ان هم يكونوا 15 حلقة. حاسس ان دلوقتي الناس بتتفرج اكتر على الحاجة اللي هي في الانجاز، مش اللي هو لسه 30 حلقة. فانا حاسس ان صوت وصورة لو كان حلقات اقل شوية كان هيبقى احسن. عرفت ان باباك شخص مش كويس، ومع ذلك برضو رفضت لوالدتك انها تتجوز تاني، ليه؟ ليه الانانية؟ اسألي حازم ما تسألينيش انا. يعني حسيت ان انا ما كنتش مستريح لإيهاب اللي هو كان ابن خالتها. بس في الاخر بدأت اتقبل الموضوع. يعني في الاخر هي هتكون حابه، يعني في الاخر اللي هي عايزاه هتعمله. يعني ايه طبيعة العمل مع نجلاء بدر؟ اتبسطت قوي. يعني الكواليس كانت حلوة، وكنت لما بيبقى عندي سؤال كنت بستشير بيها، وكانت بتجاوبني على طول وبتنصحني، فاتبسطت قوي معاها. يعني بتتابع ردود الافعال على السوشيال ميديا؟ وايه اغرب كومنت جالك يعني لما شفته ضحكت؟ اغرب مش عارف، هو بيجي حاجات كتيرة غريبة الصراحة، بس يعني مش فاكر كومنت معين، بس ردود الأفعال كانت معظمها حلوة الحمد لله. بتابع يعني بشوف معظم الحاجات. ما خفتش ان انت تقدم الدور ده الناس تبدأ تكرهك وانت لسه بتبتدي؟ فكرت بصراحة في الموضوع ده، بس في نفس الوقت حاولت أبص لها من ناحية تانية. هو حازم عصبي ليه؟ أكيد حصل حاجة علشان يبقى كده. فحسيت ان هو العصبية دي وراها حاجة، فكنت عايز في الاخر ان الناس تتعاطف مع شخصية حازم علشان هو اتلط في الموضوع. يعني هو في يوم صحي لقى ان بابا بيتقال عليه كلام مش حلو، يوم اللي بعديه صحي لقى ان بابا اتقتل، فهو علشان كده عصبي. فهو عصبي، الناس ممكن تكرهه عشان الحتة دي، بس في نفس الوقت تتعاطف معاه ان هو كده بسبب الحاجات اللي حصلت له في حياته. ايه اكتر مشهد وانت بتقراه حسيت ان صعب قوي واثر على نفسيتك؟ المشهد اللي بتخانق فيه مع اخويا في المطبخ. ده كان مشهد مش سهل، لان كمان المشهد فيه تكسير وكده، فبنكسر الاطباق، فاحنا بنعيد لما بقى احنا ما ينفعش نعيد وما ينفعش نتلخبط، فده بيبقى توتر زياده، اللي هو مشهد اصلا اوريدي فيه زعيق، فاللي هو كون ان انا كمان نكسر وبعد التكسير ده ما نتلخبطش، كان الموضوع بيبقى صعب شويه. فكسرنا كذا حاجه، وبعدين اللي هو الانتاج اللي احنا هنجيب منين بقى، لازم كفايه كده بس. فده كان مشهد مش سهل. يعني فيلم الحريفة مع عدد كبير من نجوم الشباب، شايف المنافسة ازاي ما بينكم، وان انتوا اعماركم كلكم قاربة لبعض، وشايف الساحة يعني دلوقتي عاملة ايه؟ لا مش شايف منافسة قوي، على قد ما شايف ان احنا عشان شباب فالموضوع كان لذيذ، لان كلنا بنبقى نفس الاعمار، فعلى طول بنهزر مع بعض وكده. وانا مش بشوف المنافسة بالطريقة دي، يعني انا بشوفها في اللي هو ان الواحد كل واحد يعمل اللي عليه، وفي الاخر الرزق بتاع ربنا. فشايف ان الواحد ممكن ياخدها بطريقه ايجابيه، بان هو يتحمس ان هو يطلع اللي عنده اكتر، وان هو يشتغل على نفسه اكتر.
الكواليس كانت بينك وبين الشباب ونور النبوي. كانت حلوة قوي لان انا ونور كنا في مدرسة واحدة برضو، فلا كنا مبسوطين يعني، الموضوع كان لذيذ. شكرا، ميرسي.